السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية قسم التحليلات المرضية، معكم الدكتورة شموس الوعظ. شرح المحاضرة الرابعة لهذا الكورس من مادة الفسلجة الطبية، محاضرة بعنوان The Cardiovascular System. طبعا هذه المحاضرة هي متممة المحاضرات السابقة اللي تناولت موضوع الكارديوفاسكولار سيستم أو السيركولاتوري سيستم، وأخذنا المكون الأول من السيركولاتوري سيستم وهو البلاد. طبعا البلاد عرفنا انه البلاد. السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية قسم التحليلات المرضية، معكم الدكتورة شموس الوعظ لشرح المحاضرة الرابعة من مادة الفسلجة الطبية لهذا الكورس، المحاضرة بعنوان The Cardiovascular System. طبعا المحاضرة هذه متممة للمحاضرات السابقة اللي تناولت موضوع الكارديوفاسكولار سيستم، واللي تناولنا به البلاد المكون الأول اللي هو البلاد، وأخذنا البلاد فانكشن والبلاد كومبوزيشن، وعرفنا أنه المين فانكشن للبلاد اللي هي الماتيريال اكسشينج والماتيريال ترانسبورتيشن، وطبعا الاكسشينج اللي يتم بتوين the blood and the body cells، والمين كومبوننت of this اكسشينج اللي هو الأكسجين، أكثر مادة هي اللي يتم تبادلها، وأهم مادة هي الأكسجين. التبادل يتم بين الدم وبين الخلايا الجسم كافة، وأيضا النيوتريشنز، وأيضا تبادل الويست ماتيريالز. كل هذه عمليات الإكسشينج يكون مسؤول عليها البلود اللي هو عبارة عن ليكويد كونكتيف تيشو. وطبعا حالة حال أي سائل آخر بالطبيعة البلود محتاج إلى أوعية يتم نقله بيها، هاي الأوعية تسمى blood vessels اللي تعمل على توزيع الدم على كافة أجزاء الجسم. وبإضافة إلى الأوعية أيضا يحتاج إلى مضخة تعمل هذه المضخة على توليد طاقة حركية أو توليد الطاقة الحركية للدم، أو البومبينج فورس طاقة الضخ، وهذه المضخة تسمى الهارت. الهارت اللي هو العضو الأساسي بالجهاز دوران، والوظيفة الأساسية هي ضخ الدم معدل تقريب 100,000 ضربة في اليوم، و100,000 نبضة، وحوالي 35 مليون نبضة في السنة، بما يعادل 2.5 مليار ضربة خلال عمر الإنسان كله. القلب ينبض 2.5 مليار نبضة خلال عمر الإنسان كامل، وتقريبا يضخ مقدار الدم اللي يضخ القلب يوميا هو حوالي 14,000 لتر من الدم يضخ القلب يوميا، حوالي 5 مليون لتر سنويا. ومن هذا نستنتج انه وظيفة القلب هي وظيفة شاقة ووظيفة معقدة، وبالتالي يحتاج الى تراكيب متخصصة وصفات خاصة تساعده وتؤهله انه يؤدي هذه المهام خلال لايف تايم الانسان، خلال عمر الانسان كاملا بدون اي ريست، without any rest. طبعا هذه التراكيب يتميز بها القلب دونا عن باقي اعضاء الجسم، لانه وظيفة القلب هي من اكثر الوظائف تعقيدا وحساسية لحياة وديمومة الانسان. طبعا القلب in general، طبعا هذا مقطع طولي من قلب longitudinal section يوضح لنا internal structure للقلب، يراوينا نلاحظ منه انه القلب عبارة عن hollow muscular organ، عضو عضلي مجوف. نلاحظ وجود التجاويف داخل القلب، ان القلب مو هو مدنت تشوه، انما نلقى داخله انه وجود تجاويف. وحجم القلب، حجم القلب حسب رأي الكارديولوجيست والفيزيولوجيست أنه كل إنسان حجم قلبه يعادل قبضة يده، يعني حجم القلب مماثل لحجم قبضة اليد. الإنسان البالغ حجم قلبه مساوي لحجم قبضة اليد، الهاند فيست، نفس الهاند فيست للهيومن. طبعا القلب مثل ما قلنا هو responsible عن pumping the blood خلال blood vessels through the blood vessels عن طريق rhythmic contraction أو repeated rhythmic contraction.
What rhythmic mean? Rhythmic يعني إيقاع، إيقاع مستمر أو إيقاع متماثل ومتكرر، وتقلصات إيقاعية. هاي التقلصات الإيقاعية تكون يجب أن تكون متماثلة، يعني كل تقلص يماثل التقلص القبله ويماثل لذلك سميت بالريثميك أي المتماثلة. الهارت يتكون من الكاردياك مصل. الكاردياك مصل سميت بالكاردياك مصل لأنه هي هذه العضلة موجودة فقط في جدران القلب، لذلك سميت باسمه، سميت بالكاردياك مصل لأنها عضلة متميزة وعضلة لا إرادية involuntary muscles، وموجودة ما موجودة بأي عضو ثاني، يعني ما موجودة هذه العضلة بأي عضو ثاني بجسم الإنسان، فقط موجودة في الهارت. هاي العضلة من مميزاتها أنه هي self exciting. يعني شنو self exciting؟ يعني ما تحتاج إلى إعاز أو stimulus خارجية حتى تشتغل، لا هي تولد الإعاز من داخلها، تولد الكهرباء مالتها. احنا باقي عضلات الجسم skeletal muscle والsmooth muscle تاخذ الإعازات من الستيمولاي اللي تجيها من البرين، بينما العضلة القلبية لا، العضلة القلبية عندها فد بطارية خاصة اللي هي البيس ميكر، تولد لها الجنريتنج الكتريسيتي، تولد الكهرباء وتغذيها عن طريق الفايبرز اللي تنقل هذه الموجات الكهربائية او الستيمولاي وتوزعها على عضلة بصورة عامة، عضلة القلب، وبالتالي تعمل هذا عملها. وهذا ده خير دليل على انه القلب يعمل في كل الاوقات، خلال السليبينج، خلال حتى خلال الغيبوبة، خلال الكومة، خلال التخدير، كل هذه ما تأثر على عمل القلب، لا بالعكس يظل مستمر بعمله ويظل مستمر على الريثميك ريبيتد كونتراكشن. وهذا فرقه عن العضلات القلب الهيكلية السكيليتال ماسلز. هاي اخذنا فد ريفيو بسيط عن القلب، جنرال انفورميشن اغلبنا نعرفها من العام من مادة التشريح. وراح ناخذ اكثر الستركتشر للهارت، كومبوزيشن وستركتشر مات الهارت، على مود ناخذ وظيفة كل جزء من هذه اليونيك ستركتشرز. اول جزء الخارجي، ناخذ من الجزء الخارجي للقلب الغشاء المحيط بالقلب اللي يسمى البيريكارديوم. البيريكارديوم هو عبارة عن membrane, thin membrane surrounding the heart and protect the heart from the outermost tissue. يحمي القلب من الأنسجة المحيطة. أيضا الوظيفة الثانية المهمة للبيريكارديوم، بيري يعني محيطي، كارديوم يعني قلبي، بيري يعني يحيط بالقلب. Confines the heart to its position. يعني شنو يعني ثبت القلب بالبوزيشن اللي هو بالثوراسي كافيتي، يثبته القلب موقع ذاك، مثل ما يقولون يعني يتعلق القلب بهذا البريكارديا، وين الموقع هذا بالثوراسي كافيتي؟ بالميديستينيوم. موقع القلب هو بالميديستينيوم بالجزء الوسطي من الثوراسي كافيتي. يسمح هذا البريكارديوم، طبعا هذه الفانكشن للبريكارديوم، احنا الفيزيولوجي هي عبارة عن فانكشن، يعني احنا ندرس فقط نهتم بالفانكشن الكل جزء ناخذه وندرسه، فهذه الصفات مهمة. اذا اجتكم تعداد او فراغات او صح وخطأ ممكن تجي، يقول لك احنا هذا شي منحنا البريكارديوم، البريكارديوم منحنا sufficient freedom of movement، يعني منحنا حركة حرة، يعطي القلب حريته بالحركة contraction، rhythmic contraction، repeated rhythmic contraction تحتاج إلى freedom حتى يمنع الاحتكاك، لأنه إذا ما كان موجود هذا البريكارديوم ممكن أنه repeated contraction راح يعيقها surrounding tissue اللي موجودة حول القلب أو العضو الثاني أو المجاور للقلب مثل الرئة، أنسجة الرئة ممكن تعيق حركة عضلة القلب بسبب الفراكشن الاحتكاك. فالبريكارديوم ينطيه سبيس، ينطيه مساحة على مود يخليه حركته تكون أسهل. أيضا من وظائف البريكارديوم ووظيفة مهمة هي السكريشن اللي يفرزها البريكارديوم، سليبري سكريشن، مادة لزجة يفرز البريكارديوم من البريكارديال سيل، الخلايا البريكارديوم يفرز لنا مادة لزجة
هذه المادة تكون مثل تزيت القلب أثناء حركته، تزيته وتمنع الاحتكاك الفريكشن. هاي فلو يسموها هاي المادة اللزجة البريكارديال فلويد. نشوف هنا هذا البريكارديال كافيتي أو الكيس اللي هو سيرس بريكارديا، هو عبارة عن كيس يشبه الكيس، هو غشاء يحتوي على البريكارديال كافيتي، وبداخل هذا الكافيتي عندنا الفلويد. عندنا الفلويد طبعا هذا الغشاء يتكون من طبقتين اللي هي الخارجية البارشيال والفيزرال، خارجية وداخلية، وبيناتهم اكو شنو؟ اكو الفلويد. هذا الفلويد يمنع الفريكشن، يمنع الاحتكاك اثناء البيتينج المستمر، يزيت عضلة القلب، يعطيها فد لبريكيشن بحيث ما يصير بيها فريكشن او يصير بيها جفاف. هذا هنا نشوف موقع القلب location الهارت بالثوراسيك كافيتي، نشوفه شلون هو منطي فد يعني فد sufficient space منطي للقلب اللي هو البريكارديال. هذا هو البريكارديال غشاء، بدنا نشوف شلون يحيط بالقلب. طبعا الايبكس للقلب تكون من الاسفل والبيس قاعدة القلب تكون للاعلى. هذا هو شكل القلب بين البوث لانجز، يكون دائما مائل للليفت لانج، قليل مائل على جهة الليفت، لكن البيس تكون مائلة، الابيكس سوري تكون مائلة على جهة الليفت لانج. هسه هذه اخذنا البريكارديوم او الغشاء الخارجي. نيجي هسه الى طبقات جدار القلب، layers of the heart wall. layers of the heart wall من ماذا تتكون؟ الهارت وول يتكون من 3 layers. طبعا ناخذها من الاوتر موست لاير من الخارجيه، طبقه الايبي كارديوم، ايبي خارجي او علوي، ايبي كارديوم، كارديوم يعني كل شيء، بي كارديوم يعني قلبي. الايبي كارديوم هي الاكسترنال لايرز which is impart a smooth slippery texture، هي الطبقة الخارجية اللي تكون ملساء وناعمة ولزجة، طبعا اللي تيجي بعد البريكارديال، بعد البريكارديال بعد الغشاء رأسا نجي نلقى الإبي، إبي كارديوم تكون تميزون بين البيري والإبي. البيري هو عبارة عن كيس، بريكارديوم هو محيطي يحيط بالقلب، بس الإبي هي إبي كارديوم هي الطبقة العلوية أو الخارجة، خارجية من طبقات القلب. زين شنو هاي لو أضيفتها؟ ليش أكو طبقة خارجية للقلب؟ هذه تحتوي على البلوت فيزلز، تحتوي على الأوعية الدموية وتحتوي على الأوعية اللمفاوية اللي تغذي باقي طبقات القلب. طبعا القلب ما أنه عضو وعضلة فيحتاج إلى نيوتريشن، يحتاج إلى تغذية أيضا، يعني هو حال حال باقي أعضاء الجسم. فهاي النيوتريشن منين تدخل للقلب؟ تدخل عن طريق الإبيكارديوم، عن طريق طبقة الإبيكارديوم. أيضا تحتوي على بعض الأنسجة الدهنية المحيطة بالقلب. بعدها نجي إلى الطبقة الثانية وهي الثيكر لير، the most thicker layer اللي هي طبقة الميدل لير اللي يسموها المايوكارديوم. هذه هي طبقة المايوكارديوم، مايو من muscles، مايو يعني عضلية، الطبقة العضلية وهي الطبقة الأساسية والرئيسية والمسؤولة عن حركة و ضخ الدم بالقلب، هي طبقة المايوكارديوم. المايوكارديوم اللي تحتوي على الكاردياك مصل تكون لنا تقريبا 95% من الهارت وول. المايوكارديوم 95% من الهارت وول هو مايوكارديوم اللي تحتوي على الكاردياك مصل تشو. أما نجي إلى الانر موست لير، الانر موست لير هي الاندوثيليوم أو الاندوكارديوم، سوري الاندوكارديوم لير. الاندوكارديوم هي عبارة عن endothelium overlying connective tissue، عبارة عن connective tissue رقيق جدا، نسيج ضام يغطي overlying، overlying يعني يغطي الانر cavity للقلب، innermost cavity للقلب، يعني يغطي التجاويف القلب، يغلفها تجاويف القلب الداخلية من داخل القلب، وايضا يغلف الصمامات، صمامات القلب والتجويف الكافيتي يتغلفن بالاندوكارديوم. اندو من كلمه اندو يعني داخليه، اندوكارديوم هذه حتى تميزون بيناتها، التسلسل جدا مهم اذا يجيكم اختيارات او صح وخطا. طيب هذه السموث اندوثيليال لايننج
شنو وظيفتها هاي الطبقة؟ هاي طبقتها minimize، تقلل the surface friction، الاحتكاك الداخلي. surface friction وين البلاد، لما البلاد يباس through the heart، لما الدم يمر خلال الكافيتي أثناء عملية ضخ الدم. هذه الطبقة الخفيفة والسليبري اللزجة والرقيقة ما تخلي الدم يصير احتكاك أو يعني يصير لزوجة بالدم أو الدم ستيكي يصير، لا بالعكس تخلي الحركة تكون سموث وتمنع الفريكشن. واضح الحد الآن. طبقات الهارت وول نعيدها، اللي هي البيريكارديوم، طبقة الخارجية سوري الإبيكارديوم، الإبيكارديوم بعد الإبيكارديوم نجي إلى المايوكارديوم اللي هي الطبقة الوسطى والعضلية واللي تحتوي على الكاردياك مصل، والشكل إنه 95% من الهارت وول. بعدها عندنا الإندوكارديوم اللي هي الإندوثيليال كونكتيف تيشو واللي تحيط الغشاء التجويف الداخلي للقلب. نجي إلى التراكيب الأخرى للقلب وهي الهارت chambers. الهارت chambers، chambers معناته التجاويف أو الغرف، غرف القلب. منين تتكون وشنو هذه الغرف الموجودة داخل القلب؟ القلب يحتوي عندنا على 4 chambers، 4 تجاويف أو 4 غرف. 2 atrium and 2 ventricle. أذينين، عند القلب أذينين وعند بطينين. الأذينين اللي هي right atrium والleft atrium. والventricle اللي هي right ventricle والleft ventricle. طبعا الventricle هي تكون larger، أكبر من الاتريوم، وتكون الwall اللي يحيط بها thicker than atrium wall، يعني الwall يكون أسمك وتكون حجمها أكبر من الventricle. هسه نجي أول شيء للاتريوم. شنو هذه الاتريوم او الاتريا سموها؟ عندنا 2 اتريوم مثل ما قلنا، اللي هي الرايت والليفت. الرايت اتريوم على كل جانب من جوانب القلب، يسموها الاذينات لان هي علويه، فموقع يكون علوي فتسمى بالاذينات. بالرايت سايد الاتريوم يستلم deoxygenated blood، هذا البلو ليكويد هو عبارة عن دم غير مؤكسج اجى من الجسم، من السيستمز، من البودي سيستمز، وخالي من الاكسجين اجى وحط في الرايت اتريوم. عن طريق منه اجى؟ عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا، ذولا عن طريق ذول الوريدين اجى الدم الغير مؤكسج. احنا نشوفه لونه بلو هنا، يعني معناته انه غير مؤكسج اجى وتفرغ بالرايت اتريوم. زين الليفت اتريوم شنو يحتوي؟ الليفت اتريوم بالعكس، الليفت اتريوم يحتوي على الاكسجينيتد بلاد. الليفت اتريوم يستقبل الاكسجينيتد بلاد. منين يجي الاكسجينيتد بلاد عاده للقلب؟ الاكسجينيتد بلاد يجي من اللانج، من اللانج من الرئة يجي إلى القلب. وين أول ما يجي بالرئة يحط وين أو يستقبله؟ الليفت أتريوم عن طريق البولميناري فين. الليفت والرايت بولميناري فين. أي شيء يدخل للقلب يسموه فين، واللي يخرج من القلب يسموه أرتريز. إذن عن طريق البولميناري أو الأوردة الرئوية الدم المؤكسج يدخل إلى القلب. طيب طبعا هذا الاتريوم يفرغ الدم، both اتريوم حتفرغ الدم وين؟ بالفنتريكل. وين تفرغ الدم؟ بالفنتريكل. احنا مثل ما قلنا عندنا left ventricle، عندنا two ventricle left والright ventricle. هنشوف شنو هذه الفنتريكل مكوناتها. أول شيء هذه الventricle قلنا تستقبل الدم من الاتريوم، من both the atrium left. أول right ventricle يستقبل الدم من right atrium، وين ينقله؟ طبعا هو deoxygenated blood، دم غير مؤكسج، ينقله إلى اللانج عن طريق منه؟
عن طريق البولميناري آرتري. كنا كل شيء يخرج من القلب يسموه آرتري، يعني الشرايين، عن طريق الشرايين القلبية، عن طريق الشرايين الرئوية ينتقل الدم إلى من الرايت فنتريكل إلى وين يودي؟ إذن إلى الرئة. إذن شنو وظيفة الرايت فنتريكل؟ الرايت فنتريكل تقولوا لي وظيفته إنه ترانسبورت أو بومب blood into the pulmonary circulation، إلى الدورة الرئوية أو الدورة الدموية الرئوية فوق اللي هي اللنج، اللي تروح لللنج. زين، إذن هذه وظيفة الرايت فنتريكل مهمة جدا، إنه يضخ الدم إلى البولميناري سيركوليشن أو لللنج. واضح؟ لللنج. زين، الليفت فنتريكل شنو وظيفته؟ الليفت فنتريكل يستلم البلاد من الليفت أتريوم. البلاد الموجود بالليفت أتريوم منين جاي؟ البلاد الموجود بالليفت أتريوم جاي من اللنج. الدم هذا مو راح لللنج، دم غير مؤكسج، رجع تأكسج، صار الريسبيريشن باللونجز وتحمل بالأكسجين ورجع. وين رجع؟ للليفت أتريام. لما يرجع الليفت أتريام عن طريق البولميناري فين، راح ينتقل إلى الليفت فنتريكل. الليفت فنتريكل وين حيودي إذا هو دم وأكسج؟ وين يودي الليفت فنتريكل حسب رأيكم؟ وين يروح الدم المؤكسج؟ وين لازم يروح؟ ليش هو صار بي أكسجين؟ حتى يروح وين؟ حتى يروح للسيستم، للسيستميك سيركوليشن، يعني يروح للجسم، ينتقل إلى باقي أجزاء الجسم. عن طريق منه ينتقل الدم من الليفت فنتريكل؟ عن طريق الأيورتا. الأيورتا اللي هو الأبهر. الدم ينتقل من الليفت فنتريكل إلى الأيورتا. هذا الدم يكون شنو؟ يكون أكسجينيتد. أنا تركيزي راح يكون هذا كالتالي. تركيزي راح يكون، أسألكم، الليفت أتريوم، الرايت أتريوم يحتوي دم أكسجينيتد لو دي أكسجينيتد؟ راح تجاوبوني تقولوا لي شنو؟ أكسجينيتد لو دي أكسجينيتد؟ دي أكسجينيتد، غير ما أكسج. زين، الليفت الرايت، الرايت فنتريكل يحتوي على دم شنو؟ أكسجينيتد أو دي أكسجينيتد؟ راح تقولوا لي دي أكسجينيتد. طيب، هذا الدي أكسجينيتد الموجود بالرايت فنتريكل وين حيودي؟ حيودي لللنجز، ينقله لللنجز عن طريق البولميناري آرتري أو يودي للبولميناري سيركوليشن. ليش يودي للبولميناري سيركوليشن؟ على مود يتعبى أكسجين، على مود يصير يطرح ثنائي أكسيد الكربون الموجود به ويأخذ الأكسجين، وبالتالي يرجع مرة ثانية إلى وين يرجع الدم المؤكسج من الرئة، من البولميناري سيركوليشن، يرجع إلى الليفت أتريوم. الليفت أتريوم اللي يحتوي على الأكسجينيتد بلاد وين يودي؟ يضخ بمبة المن للليفت فنتريكل. إذن الجهة الليفت تحتوي على دم أكسجينيتد، والجهة الرايت تحتوي على دم دي أكسجينيتد. البوث أتريوم فنتريكل بيهم نفس الشيء، نفس البلاد. وين يودي الليفت فنتريكل؟ يودي إلى عن طريق البامبينج، الضخ، يودي إلى الأيورتا. الأيورتا راح تودي للسيستمات سيركوليشن، يودي للجسم، ينقله إلى باقي أجزاء الجسم. طيب، شنو الفرق؟ إذا أرد أسألكم شنو هو different أو comparison between ال right ventricle وال left ventricle، أو between ventricle أو right atrium وال left. أول شيء نجي الفرق بين ال right atrium وال right ventricle. طبعا بصورة عامة ال ventricle، both ventricle هما حجمهم أكبر، حجمهم أكبر من ال atrium، والوال اللي يحيط بهم هما ثكر. لكن عندنا ال left atrium، left ventricle يكون الوال جدا thick. تشوفون الوال شلون ثيك؟ ليش هذا الوال ثيك أكثر وحجمه أكبر؟ الليفت فنتريكل حجمه أكبر من الرايت فنتريكل برأيكم؟ الأذين، ما أريد أتشبش عليكم، البطين، الليفت فنتريكل البطين الأيسر حجمه ليش أكبر من البطين الأيمن؟ لأنه مسؤوليته ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم، وهذه عملية تحتاج إلى قوة عضلية عالية وتحتاج إلى طاقة ضخ كبيرة. وبالتالي
احنا نحس انه الهارت بيت ضربات القلب او ضربات القلب من الجهه اليسرى اكثر شيء. يعني دائما فحص القلب يكون مهم، مما موجود القلب الجهه اليسرى بصوره كامله، لكن لانه الليفت فنتريكل الاذين الايسر عفوا البطين الايسر هو وظيفته ضخ الدم الى السيستميك سيركيوليشن الى الجسم، فيكون البلود بريشر بي عالي، ضغط الدم بي عالي، وايضا طاقة الضخ مالته تكون أعلى. واضح لهنا؟ وصلنا إلى التركيب الأخير. وصلنا إلى التركيب الأخير من القلب وهي الهارت فالفز. الهارت فالفز يعني صمامات القلب. شنو هذه صمامات القلب؟ القلب يحتوي على صمامات اللي هي عبارة عن فلابس من الأنسجة تمنع رجوع الدم، تمنع رجوع الدم بحالة ضخة من تجويف إلى آخر. هاي الصمامات تنغلق وتمنع عودة الدم مرة أخرى إلى المنطقة اللي ينضخ من عندها. من هذه الصمامات اللي موجودة عندنا two atrioventricular valves. شنو يعني atrioventricular؟ يعني بين الأتريوم وبين الفنتريكل، توجد موقعها بين الأتريوم وبين الفنتريكلز، أو يسموها AV valves اللي يسموها one-way valve. يعني شنو one-way valve؟ يعني البلد يمشي بها طريق واحد، one-way valve. هذه تأكد إن blood flow من الأتريا للفنتريكل and not other way. يعني تأكد إن مجيء البلد دخول البلد من الأتريا للفنتريكل وعدم رجعته مرة ثانية. ليش مشان تمنع؟ يعني ليش تمنع رجعته مرة ثانية وليش يرجعها مرة ثانية؟ لأنه هذا البلد بعد ما ينضخ من الأتريا للفنتريكل الضغط راح يزداد وين بالفنتريكل حتى يضخ الدم إلى مكان ثاني. فإذا ما موجود هذا الصمام الدم راح يرجع عكس باكورد، عكس الجهة اللي جا من عندها. فلذلك هذا الصمام بس يخرج الدم من الأتريال الفنتريكال راح يغلق مباشرة حتى لما يتقلص الفنتريكال مرة ثانية ما يرجع الدم بالعكس. وأي خلل ممكن يصير بهذا الصمام راح يسبب لنا فشل أو هارت فيلر. طيب الصمام الزوج من الصمامات الثانية، الزوج الآخر اللي هو التو سيميلونار فولف. تو عندنا صمامين يسموهم السيميلونار فولف. وين موجودة هذه؟ موجودة بالأرتريز leaving the heart، موجودة على فتحات الأرتريز اللي تطلع من القلب. عندنا اثنين أرتريز اللي هي الأيورتا الأبهر والبولمينري أرتري، فعلى كل وحدة موجود، على كل فتحة من فتحات هذه الأرتري موجود عندنا صمام، يسمون هذه الصمامات بالسيميلونار أو يسموها SL valve. هذه تمنع prevent the blood from flowing back into the ventricle. يعني هذه بعد ما القلب يتقلص ويضخ الدم إلى هذه الأرتري راح تنغلق مباشرة بعد ما يخرج الدم من الventricle، هي تنغلق مباشرة حتى لما تتقلص هذه الأرتري أثناء عملية نقلها للدم ما يرجع الدم مرة ثانية إلى الventricles. ما يرجع الدم مرة ثانية إلى الفنتريكلز. يقول لك الصوت اللي يسمع من القلب أثناء عملية البيتينج، عملية التقلص، هذا بسبب الفالف شاتينج، بسبب الغلق الصمامات، بسبب يعني هاي صوت القلب اللي يسمع اللي هو دوب لوب، وهذا يسمع بسبب شنو؟ بسبب الشاتينج السريعة. هذه الشاتينج غلق الصمامات هو اللي يولد لنا صوت القلب، هو اللي يولد لنا صوت القلب. عندنا الرايت اي في فولف، الرايت اي في فولف هذه انا عندنا كروس سكشن للقلب يوضح لنا شكل الصمامات تشريحيا، تشريح الصمامات. هذه هي اربع صمامات. عندنا الرايت اتريو فنتريكولار فولف يتكون من three flaps، لذلك يسموه التراي كاسبيد فولف.
تراي كاسبيد فوغ. ليش؟ لأنه متكون من 3 فلابس اللي موجود بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. طبعا هذا القلب مقطوع وهذه من كروس سكشن مقطع عرضي. فلاحظ انه الرايت اتريو فنتريكل فولف يسموه بالتراي كاسبيد، ثلاثي الشفره تراي كاسبيد فولف. اما عندنا الليفت اتريو فنتريكولار فولف يسموه بالباي كاسبيد. باي كاسبيد يعني ثنائي الشفره، اللي موجود وين؟ اللي يحتوي على 2 فلابس، واللي موجود بين الرايت الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. ويسموه ايضا عند اسم ثاني او يسموه الميترال فولف. اسمه الميترال. اذا يجيكم سؤال الميترال فولف ايش كم فلابس بي، تقولون بي 2 فلابس. هذه مثل ما قلنا انه هي تمنع باك فلو اوف بلود فروم ذا فنتريكل تو اتريوم. هذه تمنع، وهذه عندنا هذه فوق البولمناري. البولمناري والموجودة بالبولمناري ارتري واللي موجودة على الايورتا ايورتيك فولف. ذولي لا، ذولي 3 فلابس فقط اللي موجود بين الليفت اتريو فنتريكل فولف، فقط هذا 2 فلابس. هاي الصورة توضح لنا كيف انه هذه الاوبننج مالت الفولفز يكون متناوب. اذا فتحت هذه تغلق، واذا انطلقت هذه تفتح. الى هنا تيجي نصل الى نهاية محاضرتنا، واستودعكم بالله. وان شاء الله راح انزل الاسئلة اللي تخص هذه المحاضرة على ايضا على الموقع، ويا ريت تطلعون عليها وتحلوها، لأنه راح تكون أسئلة شاملة لكل المحاضرة. راح تعرفون نمط طريقة الأسئلة اللي حتجي على هذه المحاضرة. شكرا جزيلا.